عند غير مطيلة صحية. أيه واخا شكلات الدهن. أيه شكلات الدهن. نعم شكلات الدهن. واخا أيه. كنا ناخذ نسيترو ديال الحليب يكون مغلي من قبل. نسيترو ديال الحليب مغلي من قبل. نعم. كاس ديال الكاكاو بودرة يكون حلو. كاس ديال السكر كلاصي. أيه. كاس ديال حليب نيدو. أيه حليب غبرة. نعم ما نذكر الاسماء برا صافي اول مشاركه ليك ولكن غادي شوفي عمريه دونور ماشي مشكل غادي تعودي ان شاء الله ان شاء الله وتولي تعطي الوصفات بلا ما نذكر اسماء اشارات مرحبا بالنسبه لهذا الشوكولا كيخرج كميه كبيره يعني كتدي لك شحال وزوين وصحي علبه ديال الشوكولاته غنيه يعني يكون فيها 70% من الكاكاو من غير هذيك الحلوه بودره ياك قلتي لنا كاس الاخر الكاكاو هذا شوكولاته يعني مربعات واخا هانتي نسيترو ديال الحليب مغلي من قبل نعم ياك وهذاك الكاس ديال الشوكولاط حلو نعم بودره اييه نعم. داك اللي كنديروا في الحليب الوليدات نعم نعم اييه وكاس ديال السكر كلاصي نعم وكاس ديال الحليب غبره نعم وعلبه ديال الشوكولاته يكون يعني عندها قيمه هكذاك من الشوكولاته علبه ديال الشوكولاط يعني يعني بوطه الشوكولاط اللي يكون هني الطريفه ديال الشوكولاط يعني يكون الكاكاو ديالها نعم الكاكاو أيه. يعني عندنا شويه ديال المكسرات يعني كاوكاو واللوز اييه القرقع لوز نعم اللي حبيتو واخا كنغرب لكل شيء في واحد الكاسرول كنغرب لابد من تغربيه باش كيجي يعني أيه. مع يعني وكنضيف داك الحليب ديال الغليان اييه وكنعملو فوق النار كنعملو فوق النار باش نعقموه لان الشوكولاته خاصها تعقم باش تبقى صابره في الثلاجه ما تخسرش مع التحريك كنبقى نحرك تقريبا شي 10 دقائق كيجي كتبان لي واحد الفقاعات كتطلع في الكاسرول كنضيف ملعقه ديال الزبده ديال اللمعان وكنحرك ديك الساعه كتولي خاطره وكنفرغها في العلبه ديالي من الاحسن تكون ديال الزاج ونسدها وندخلها للثلاجه ملعقه ديال الزبده ملعقه الزبده كتضيفيها خارج العافيه ياك نعم خارج العافيه تكون باقا سخونه الشوكولا ونحرك نعم يعني هذا الخليط ما كتحني ما والو في الكاس خلاط كهرباء يعني مباشره في الكاسرول هذه طريقه زوينه وصحيه يعني طريقه فرنسيه قديمه هذه واخا كيجي لي بزاف الشوكولا كيجي هائل هذا ولادي كيحماقوا عليا يعني انا نفضل عندهم اييه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه عمريه دونور يعني تشرفت المعرفه ديالك ومشكوره جدا على المشاركه ديالك اليوم واكيد ان شاء الله نقدر